تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج عيد الدوحة. العيد هو فرحة، من أهم سنن العيد إظهار مظاهر الفرحة والبهجة والسرور في هذا اليوم. ترى عيدنا عبادة، فرحتنا عبادة، كلمتنا الطيبة عبادة، تبسمنا في وجه أخينا أخواننا عبادة، وهذا اللي الحمد لله اللي تعودنا عليه في قطر، أن فرحتنا ما تكتمل إلا فرحة الناس. الذي يصل رحمه يعني أعماله ترفع عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حذر من قطيعة الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. عيد الدوحة تشاهدونه من أول إلى رابع أيام العيد الساعة 6 مساء على قناة الريان.